من لندن سيد عادل درويش الكاتب الصحفي، أهلا بك على شاشة الغد. أستاذ عادل، أول من نشر ما يسمى بخطة جسر لندن مجلة بوليتيكو الدولية، ثم تلتها الصحف البريطانية. هل تعتقد أن هناك جهة رسمية ما وراء تسريب هذه الخطة للصحافة؟ لا، ليست جهة رسمية. هو طبعا حسب المعلومات اللي أدلي بها السير أليكس تشيزم، وهو السكرتير الدائم أو الوزير الدائم لمجلس الوزراء. هذا يختلف عن وزير مجلس الوزراء الذي يتغير تغير الحكومة. هذا هو سكرتير دائم أو وزير دائم موظف لدى جلالة الملكة للدولة وليس للحكومة، سيقوم بإجراء تحقيق رسمي في هذا الأمر. هو قال ذلك لصحيفة الديلي ميرور عندما اتصلت به أمس. تقريبا التسريب سيكون من أحد العاملين في عدة مجالات. مسألة هذه الخطط موجودة منذ وقت طويل، يعني أنا عملت في أكثر من 6 أو 7 صحف إنجليزية على الديسك، وكل صحيفة لديها خطط كاملة ماذا يفعل في حالة وفاة رئيس الوزراء، حالة وفاة وزير، حالة وفاة رئيس دولة. حتى لدينا الأوبيتوري، النعي الكامل أو سيرة الحياة موجودة في كل هذه الصحف. طبعا البلد لديها خطط لوفاة رئيس وزراء، رئيس البرلمان، رئيس مجلس اللوردات، كبار الشخصيات، وما في ذلك طبعا رأس الدولة. لكن هذا التسريب فيه إحراج كبير للحكومة، لأنه أيضا أمر يتعلق بنقل الصلاحيات الدستورية، يتعلق باستدعاء مجلس الأجلساء اللوردات والعموم، يتعلق بمسائل أمنية لأنها خطط ستكون جنازات رسمية عسكرية. فطبعا التحقيق الرسمي سيبدأ عند انعقاد البرلمان في الأسبوع القادم. نعم، الصحف البريطانية في غالبيتها نشرت خطة جسر لندن. السؤال هنا عن معايير النشر في هذه القضايا الحساسة. نعم، طبعا كما تعلم المعايير هي 3 معايير: المعيار الأخلاقي وهو يسمى بالستايل بوك، يعني الميثاق الصحفي من الصحفيين وانفسهم. المعيار الثاني هو المعيار القانوني، هل سيكون هناك مساءله قانونيه؟ هل سيقوم احد بمقاطنه؟ هل نحن مثلا ننتهك قوانين معينه عند النشر؟ طبعا المعيار الثالث هو التوزيع والجمهور. ولذلك الذي سرب المعلومه سربها لوكاله عالميه وليست صحيفه بريطانيه، لانه يعلم ان تسريب الصحيفه البريطانيه قد يكون هناك تساؤلات، قد تمتنع الصحيفه عن النشر حين التاكد من مصادر اساسيه وما الى ذلك. وهذا امر حدث من قبل عندما سربت مثلا المكالمات السرية، عندما كان الأمير تشارلز زوج متزوج الأميرة ديانا، المكالمات السرية بينه وبين كاميلا وهي زوجته الحالية سربت إلى وكالة أنباء استرالية. هناك أيضا معلومات أخرى كانت تتعلق باحتمال وجود علاقة مع دوقة يورك زوجة الأمير أندرو السابقة، أيضا سربت إلى صحيفة أمريكية أولا. فهذا تقليد متبع وهو التسريب. نعم، إلى مصادر دولية وأجنبية. نعم، الكاتب الصحفي عادل درويش كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.